بالنسبة للنظام ما التزم بالهدنة خالص، يعني وأكبر إثبات على ذلك يعني قصف جسر الشغور اليوم، ومبارح بالليل ضرب قرية الدقماق في سهل الغاب، وضرب اللطامنة واللطمين والزكاة وكفر زيتة. بالنسبة للهدنة المطروحة من النظام أو حلفائه، طبعا ما شاهدنا التزام للنظام بالهدنة الماضية حتى يلتزم بهذه الهدنة. اليوم مناطق آمنة لم تقصف يعني منذ فترات طويلة، مثل قرى سهل الغاب، الحواش، قليدين، زيزون، قسطون، المنطقة هاي كانت آمنة سابقا. اليوم يعني في ظل الهدنة نرى أنها تستهدف بشكل يومي من قبل حواجز قوات النظام القريبة، سواء بالقصف المدفعي أو بالصاروخي، بشكل شبه يومي تقريبا تقصف هذه المنطقة. بالنسبة للقرار رقم 2401 اللي أصدرته الأمم المتحدة اللي بيفضي لهدنة بمناطق سورية، أنا برأيي أنه ما راح يلتزم النظام فيها مثل أي هدنة سابقة أطلقوها وما التزم فيها. يعني خصوصا اليوم إذا بدنا نحكي عن ريف حماة، اليوم ريف حماة عم يأكل غارات من الطيران الروسي والطيران السوري. طبعا بالنسبة للهدنة المطروحة من قبل قوات النظام وروسيا، طبعا هذا الأمر عبارة عن حبر عن ورق. طبعا ما زلنا لحد هذه اللحظة نوثق الغارات على مدينة اللطامنة وكفر زيتة يلي على أساس شاملت الهدنة. طبعا بعد الهدنة لحد من يوم تحديد الهدنة لحد هذه اللحظة صار أكثر من 20 غارة على مدينة كفر زيتة واللطامنة، عداك عن القصف المدفعي يلي ما يوقف ولا دقيقة.